أول إشي إحنا بناخد هاي الرسومات بنحاول نعكسها على قطع قماشية تجسد أحلامهم وأفكارهم، وفيما بعد بنسلم هاي الأقمشة بجانب الرسومات اللي رسموها، وبنرصد ردة الفعل تبعتهم لما بيشوفوا هاي الدمى صارت ملموسة ما بين إيديهم. لما شفت رسمتي حسيت بالفرح كتير وانبسطت كتير، ما عرفتش كيف، يعني صارت مفاجأة. يعني حكونا انه رح يحولوا الرسومات لدمى، كنت متوقع انها تكون دمية بس كنتش متوقع تكون بهاي الدقة وبهذا الاشي، وكتير انبسطت انه شفت بنتي مبسوطة انه رسمتها تحولت لدمية زي ما هي كانت تحلم او تتمنى.